متوسط الميدان الهجومي أمين الستيتي. شوفوا أمين الستيتي لاعب ممتاز قوي في المساحات الضيقة ودائما قريب من مناطق الجزاء. إذن أمين الستيتي رقم 18 متوسط ميدان هجومي لاعب هام في تركيبة المستقبل الرياضي بالمرسى. مختلفة الثانية ترجع الكرة رشيد العرفاوي تتقصد الكرة من أمين الستيتي بسرعة. أمين الستيتي تجاوز خط دفاع المستقبل الرياضي بسليمان. بالمرسى هاي التوزيعة 18 أمين الستيتي والازدواجية ممتازة الازدواجية. تو شوفوا صعب الهدف على الصورة. كرة بين عمارة وكردة الستيتي اللي يلقى نفسه وجه لوجه مع الحارس صبر برجب ويكون ثاني اهداف اللقاء. ريان يرتكب الخطأ على أمين الستيتي والحكم سفيان كتيت ما يترددش على اعلان ضربة جزاء.